عبر الهاتف مراسل تلفزيون النهار من ولاية غليزان حمزة زروقي. صباحك سعيد حمزة. إذن اليوم اهتزت مدينة غليزان والجزائر ككل بخبر مقتل الراقي معروف باسم أبو مسلم بالأحمر، وهذا بطعنة خنجر من طرف مجهولين اقتحموا بيته. طيب هل من جديد، هل من معلومات جديدة حول مقتل الراقي بالأحمر؟ صباح الخير زميلتي. أهلا. صباح الخير للمشاهدين الكرام. الجديد هو هدوف العثارات أو الحشود لمنزل العزاء بالبيت العائلي للشيخ أبو مسلم بالأحمر. كذلك اليوم صباحة سجلنا مع مدير المستشفى محمد بوضياف، حيث أكد لنا أن الضحية تلقى عدة طعنات حول جسمه. مصالح الأمن تحقق وتباشر تحرياتها وتكثفها لمعرفة الجهات. كذلك سكان مدينة غليزان هنا تحت صدمة لما حدث صبيحة اليوم أو فجر اليوم، خاصة أنه أبو مسلم بن الأحمر الشيخ رحمه الله له عديد من المحبين بالولاية وخاصة خارج الوطن وكذا بولاية المجاورة. وهو ما شاهدناه الآن حيث يتوافد العديد من المواطنين وكذا من كانوا يزودون او يدعون على يده، الكثير يتوافدون. نحن ننتظر اي جديد فيما يخص التحريات او ما ستشير عليه مصالح الامن، وهو ما لم الى حد الساعه لم يصدر اي بيان او اي من عن الجهات المختصه حول سير مجريات التحقيق. نحن ننتظر واي جديد سوف نعلمكم به في آنه ان شاء الله. جميل. أحمد زلقي، فقط بما أنه شفنا فيديو ربما هي كانت آخر خرجة إعلامية بالنسبة للراقي رحمه الله المعروف باسم أبو مسلم بالأحمر، شفنا أنه تعرض لتخريب وهو مقر الجمعية اللي يعمل فيها جمعية بشائر الشفاء، هو تعرض لتخريب قبل أيام قليلة فقط من مقتله. هل نستطيع أن نربط بين الحادثتين؟ يعني هل من معلومات أنه نفس اللي تعدوا على المقر الجمعية هم نفسه اللي تعدوا عليه وقتلوه في المنزل تاعه؟ الحادثة درت في 6 من ديسمبر من شهر ديسمبر، وهو حيث أننا نشهد في الفيديو أنه العديد من الرسائل وجهها الشيخ رحمة الله عليه لربما لمن اهتدوا عليه، وكأنه يشير إلى أنه هناك، وهذا ما نستطيع أن نقوله لأن مجريات التحقيق هي في سريانها، وربما هناك أي جديد حول هذا سوف أعلمكم به، لأنه هذا الفيديو فيه العديد من الرسائل التي ربما ضمنية للشيخ حول من اهتدوا عليه أو حول من خربوا مقره الكائن ببلدية سيدي خطاب. جميل. حمزة زروقي، هل تقربت من العائلة من بيت الضحية؟ هل تقربت ربما من أحد أصدقائه لمعرفة من المسجدات؟ ربما كان لي خلافات مع أحد الأصدقاء أو أحد الأقارب أو أحد ربما من يعرفون بالأحمر، ربما هل كانت له خلافات قبل الحادثة، حادثة الاعتداء على الجمعية ثم حادثة القتل؟ الشيخ أبو مسلم بالأحمر معروف بحبه للجميع، وهو ما شاهدناه خلال الكلمات التي ألقاها خلال تسجيلنا لكلمات لبعض سكان المنطقة أو جيرانه أو حتى أقاربه أو حتى من خارج الولاية، يشهدون للشيخ بطيبته وحسن معاملته وكذا استقباله الدائم للمرضى في بيته. وهو ربما استبعد هؤلاء استبعد أن يكون هناك أعداء للشيخ. لهذا نحن تقربنا ايضا من احد اقارب وهو من يسكن معه او ربما اقاربه من يتردد دائما الى المنزل، وقال بانه ان القاتل ليس شخص واحد، ربما يكونون عديد الجماعه او 2 أو 3، او لانه الطعنات التي تلقاها جسم الضحيه كانت عديده، 4 طعنات في القلب، 7 في الظهر والصدر. يعني هذا ما يدل على انه هناك قتل غدرا صبيحة اليوم. يعني من قصدوا بيته هم ربما كانوا قاصدين القتل ولا غير يعني. طيب هل هو شخص واحد ام مجموعه من الاشخاص؟ التصريح الابن قال بانه هناك شخص واحد هو من طعنه على صدره وارده قتيلا، ومن بعد حولوه للمستشفى تاع محمد بوضياف.
لكن المؤكد هو ما استقيناه من مستشفى محمد بضيف انه تلقى عديد طعنات سواء في الظهر او على مستوى الصدر او في القلب، وهذا ربما ما يستدعي الكثير، او ما هناك رسائل او العديد من ال جميل. ربما زميلي حمزة زروقي بالحديث دائما على الحادثة ومقتل الراقي بالأحمر، طيب كيف تفاعلت المصالح الوصية مع التحقيقات؟ يعني هل ربما شفت توافد لمصالح الأمن للتحقيق في مكان الحادثة؟ يعني أين وصلت التحقيقات لحد الساعة؟ أكيد زميلتي، بالفعل أنه توافد الشرطة العلمية سواء لفرقة الدرك الوطني التي تباشر هي أيضا تحرياتها وتحقيقاتها في الاعتداء على مقره، وأيضا مصالح الأمن تباشر أيضا تحقيقاتها في جريمة القتل. هناك تناسق ما بين الجهازين في فك لغز الجريمة، وخاصة أنه في صبيحة اليوم وقبل أن ينقل الضحية إلى مستشفى محمد بضياف، باشرت الشرطة العلمية لرفع بصماتها ولمعرفة الجنات، وهذا ما سننتظره ولا ننتظره في الساعات القادمة إن شاء الله. حول كل أول بأول سنعلمكم. جميل، ربما ليس هناك شيء جديد بالنسبة للمصالح الوصية، يعني مصالح الأمن فتحت تحقيق لكن لحد الساعة لا جديد يذكر. حمزة زروقي، نحن ننتظر في أي بيان أو أي معلومة سوف نوافيكم بها في لحظة. يعني لحد الساعة لم يتم التعرف على هوية المجرمين كما سبق وذكرت، وذكر ابن الضحية هي قضية مجرم وفقط. طيب كسؤال أخير وفقط، بما أنك تقربت أنت من عائلة المرحوم بالأحمر المقتول غدرا ببيته، كيف كانت ربما حالة عائلته وأقاربه بما أنك تقربت من منزله حمزة زروقي؟ هناك صدمة كبيرة سواء بين أصدقائي أو حتى أقاربي أو حتى من البعض من لم أكد الخبر مرارا وتكرارا، وقال بأنه حتى توفد إلى منزل إلى بيت الشيخ أبو مسلم بالأحمر، حتى حين ذاك أكد بأن وأكد وسمع بأذنيه أن الشيخ أبو مسلم بالأحمر توفي في ذمة الله. جميل.